مشاهدينا، يتواصل التوتر بين المكونين العسكري والمدني في السودان واللذين يديران السلطة في البلاد، وتبادل الطرفان الاتهامات بمحاولة الانقلاب على اتفاق المرحلة الانتقالية، وزاد الجدل بين المكونين في ظل اقتراب انتقال السلطة إلى المكون المدني في مجلس السيادة الحاكم في نوفمبر المقبل، وأعربت القوى المدنية عن خشيتها من أن يسعى العسكر للانقلاب على الاتفاق. وقال البيت الأبيض من جانبه إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أكد لرئيس الحكومة السودانية دعم الرئيس بايدن للانتقال الديمقراطي الذي يقوده المدنيون في السودان، ومعارضة أي محاولات لتقويض أو تعطيل إرادة الشعب السوداني، مشددا على أن أي محاولة لتقويض روح الإعلان الدستوري للسودان والمعايير المتفق عليها ستكون لها عواقب خطيرة. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب من لندن، السيد هشام أبو ريدة، القيادي في الجبهة الوطنية العريضة. كما أرحب بضيفي عبر الهاتف من الخرطوم، السيد أمية يوسف أبو فداية، مدير المركز السوداني لحقوق الإنسان وحرية الإعلام. لو بدأت معك سيد هشام أبو ريدة، هل القوى المدنية جاهزة لاستلام السلطة في السودان؟ مرحب بك ومرحب بكل المشاهدين. وحقيقة هي القوى المدنية الآن بتنتظر لأخذ دورها في حكم ورئاسة الفترة الانتقالية، واللي هو مفترض يكون في منتصف نوفمبر يعني. ولكن يعني الدائر حاليا في الساحة السياسية بوضع بأنه العسكر يريدون الالتفاف، يريدون الانقباض على هذه الثورة، لأنه هؤلاء عندما كانت هنالك شرعية ثورية وهنالك كان برلمان للثورة، قد أجدى لهم النص الأستاذ الجليل علي محمود حسنين عليه رحمة الله، فقال لهم أذهبوا بخطابكم هذا وأقول لهم سلمونا السلطة ولا تدخلوا معهم في تفاوض، لأن التفاوض قد يدخل الدولة في الدائرة الشريرة. ها هو الآن نحن دخلنا في الدائرة الشريرة، الآن العساكر بكل مكوناتهم الآن يريدون الانقباض على هذه الثورة، والآن هم يعملون في بخلفية وأجندة النظام السابق التي لا تريد الخير لهذا الوطن، ولن يتعافى الوطن طالما أن هؤلاء العساكر اللي هم يمثلوا النظام هم على سدة الحكم. طيب سأعود إليك سيد هشام. سيد أمية، هل هناك مخاوف بالفعل من رفض العسكر لنقل السلطة إلى المكون المدني؟ لك التحية أولا ولزميلي في القاعة. دعني أقول أنه قبل ما أجيب على سؤالك، أن الشراكة الحالية الحاكمة الحالية تمت عقب الإطاحة بحكم البشير في أبريل 2009، وثم بعد فض الاعتصام في يونيو 2013 برعاية الاتحاد الأفريقي. فهي شراكة بين قسمين مدني وعسكري متفقين على تفاصيلها وفق ما يسمى بالوثيقة الدستورية، متفقين عليها الطرفين. الخلل الحقيقي سيدي ولمشاهديك الأكارم في الضعف والتمزق داخل القوى المدنية. الخطر الحقيقي أن العسكر وجدوا أن هناك ضعف في القوى المدنية التي تتعامل معهم، مما أدى إلى أنه تأخير تأخير كثير من الاستحقاقات المتفق عليها مسبقا، ولا غالب هذا التأخير يأتي من القسم المدني. صحيح أن القسم العسكري غير جاد حقيقة في التعامل مع قضايا في كثير من القضايا، لكن الإشكال الحقيقي أن ممثلي الثورة وممثلي التجمع المدني لديهم مشاكل كثيرة جدا، أدى إلى تأخير حتى الآن
مجلس التشريعي، المحكمة الدستورة غايبة، المفوضيات التي تساعد في الانتقال حتى الآن لم تشكل مفوضية السلام، فقط رئيس المفوضية، لم تشكل مفوضية الحقوق الدستورية، لم مفوضية الانتخابات. كل الاستحقاقات التي تساعد في العملية وهي من السهولة بمكان. لكن الخلافات الداخلية داخل المكون المدني يشجع حتى العسكر إن لم يكن لهم طموح يشجعهم أن يكون لهم طموح. سأعود إليك سيد أمية. سيد هشام أبو ريدة، يعني إذا المشكلة لدى المكون المدني التشتت والتشرذم والصراعات داخل المكون المدني ربما تعرقل هذه العملية، عملية الانتقال للسلطة، لأنه بطبيعة الحال العسكر كما قال البرهان الجيش هو الوصي على السودان، وبالتالي لا يمكن أن يتركوا فراغا في الدولة، أليس كذلك؟ بعد 30 يونيو 2019 رضخ العساكر، وبكل أسف المكون المدني الذي ذهب من خانة المعارضة إلى الانتماء في خانة العساكر هم هؤلاء يعني يعملون على التسوية السياسية وعلى الهبوط الناعم، وهؤلاء هم يعني خرجوا من المعارضة ولديهم أفكار بأنه لابد من التعمق والتغلغل داخل النظام السابق من أجل تفكيك، وطبعا هي دي نظرة قاصرة وبتوضح أنه هنالك خلل حقيقي، لأنه هؤلاء الآن يبحثون عن المحاصصات، يبحثون عن الكراسي، لا يعني لهم الشعب السوداني شيء الآن في الوقت الراهن، لأنه الآن هم أدخلوا السودان في هذه في هذا النفق، يعني اللي هو نفق النظام السابق والذي بدوره الآن هو يتلاعب بهم، يعني يتلاعب بالمكون المدني من خلال يعني جعل الجيش الآن حتى يتهمهم بأنه هنالك خلافات. الخلافات أصلا من الأول ما كان يعني أصلا يجلسوا معاهم في طاولة التفاوض، لأنه المطالب بتاعت الثورة كانت واضحة بأنه التحول من تحول دولة عسكرية شمولية إلى دولة مدنية، وكان الغاية والغرض منهم هم تسليم الحكم للمكون المدني خالية من العسكر. طيب سيد أمية، يعني بعض منهم كان يرى بأنه ذلك مستحيل، ولا يوجد هنالك مستحيل، لأنه الثورة هذه عندما قامت لم يقم بها النخب السياسية، قاموا بها الشباب، هم الذين ضحوا بحياتهم، هم الذين فتروا هذه الثورة من أجل التحول إلى دولة مدنية، دولة يعني وعدم التعامل مع الثورة. طيب سيد أمية، إلى أي مدى يمكن اعتبار المحاولات الانقلاب التي أعلن عنها والأزمات التي يعيشها السودان والمظاهرات وقطع الطرق وما يحدث الآن من فوضى في السودان، إلى أي مدى هي طبيعية أم هي مفتعلة؟ إلى أي مدى يمكن القول أنها مفتعلة تأتي ضمن مخطط ما؟ كأنه زي ما قال وأكد على كلام ضيفك في الاستوديو أن الشراكة والمكون المدني كما ذكرت فيه من الضعف مكان. الوضع الآن اللي يعيش الوضع السوداني في جانب الاقتصاد وفي جانب الصحة والتعليم وفي الأمن، جانب الأمن وحتى في جانب مؤشرات حقوق الإنسان وحرية الإعلام، السودان ما زال في الغائمة السوداء، يعني ما زال في المؤشر الأعلى من 150 درجة كما تعلم. فالوضع غير صحي الآن لعملية الانتقال نفسها، كما ذكرت لك أنه حتى إصحاح المحاولة الإصحاح أو عمليات القيادة لعملية الإصحاح هذه البيئة السياسية لعمل الانتقال الديمقراطي هي ضعيفة بمكان، مما يؤدي لقبول كل المحاولات أو قبول كل السيناريوهات الممكن تجعل إنه الشعب السوداني يقبل حتى لو أتى التغيير عبر الدبابة. أما الخطوة الأخيرة بتاعت الانقلاب
هي على أعلى مستويات لن تصل لمرحلة الانقلاب. هي احتجاج قوة واحدة من قوات الشعب المسلحة، لأن نعرف أن الانقلاب في تاريخ السودان وفي تاريخ العمليات السياسية كلها في العالم العربي والإسلامي بتقوم به القوات المسلحة بكل وحداتها، ما بتقوم به وحدة واحدة مهما عظم شأنها ومهما، فهي غير حتي يعني غير كاملة، لن نستطيع أن نسميها انقلاب عسكري. نعم. شكرا لك سيد أمية يوسف أبو فداية، مدير المركز السوداني لحقوق الإنسان وحرية الإعلام، كنت معي عبر الهاتف من الخرطوم. سيد هشام، الولايات المتحدة حذرت العسكر من التلاعب بالمرحلة الانتقالية، إلى أي مدى يعني هناك يعني هذا الموقف الأمريكي يمكن أن يمنع العسكر برأيك من التراجع عن الاتفاق والانتقال للمكون، انتقال السلطة للمكون المدني؟ أولا يعني الولايات المتحدة الأمريكية يعني في بكل يعني المعايير هي لا تنظر إلا لمصالحهم الخاصة، لأنه أصلا يعني سبب قوة الشعب السوداني تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية التي هي طبخت للهبوط الناعم للتسوية السياسية اللي هو كان يعني أصلا الفكرة هي نابعة من هناك. الآن يعني أمريكا بالنسبة لحتى الحكومة الانتقالية، ماذا فعلت أمريكا للتحول في داخل السودان؟ هنالك يعني كانت هنالك بعض الاشتراطات حتى من ضمنها يعني التطبيع مع إسرائيل، فكلها هي كان الغاية والغرض منها هي هم لدعم العملية الانتقالية للوقوف مع الحكومة الانتقالية مع الشعب السوداني، ولكن لم يفعلوا. بالعكس يعني أصبح هنالك كاهل دين على الشعب السوداني عندما يعني رئيس الوزراء التزم بدفع الديون والتزم بدفع برضو بالنسبة للجرائم اللي ارتكبها النظام من الجرائم الإرهابية، التزم حتى هم التزم لهم وإنه بينهم سوف يسددوا المال من أجل السوداني يعيش في نماء. طيب إذن ما هي خيارات المكون المدني في حال رفض العسكر تسليم السلطة؟ الآن يا عزيزي المكون المدني أصبح يعني يغرد خارج سرب الثورة بصورة عامة، لأنه الآن هنالك الشعب السوداني اللي هو متضمن في لجان المقاومة في الشباب على الأرض هم الذين يحمون هذه الثورة، والعساكر لا وجود لهم مرة أخرى في الساحة السياسية، لا بد من محاسبة كل رموز النظام السابق. يعني حتى هذا الالتفاف الذي يحدث الآن والذي أتى من خلال العملية السياسية من خلال التوأم ما بين المكونين المدني والعسكري، هذا لن يجعل هذه الثورة بردا وسلاما على رموز النظام السابق، وسوف يحاسب وسوف يحاكم عاجلا أم آجلا. شكرا. الآن العملية السياسية أصبحت واضحة، الآن الشارع السوداني على هبة الاستعداد مرة أخرى من أجل الانقباض للتحول الدولة مدنية، ويعني المحاسبة كل هؤلاء مرة أخرى وبخلال الشرعية الثورية. شكرا لك سيد هشام أبو ريدة، القيادي في الجبهة الوطنية العريضة، كنت معي عبر سكايب من لندن.